بنشتريها بتتباع، ده مش مشترينه من مصر، من اللي هما بتوع المكسرات. هنجيب بقى بس صينية، ودي من اسهل طرق الشوكولاتة، وبتعمل طبق حلو جدا هدايا. مش لازم بس الفواكه المجففة، لا نقدر نعمل ايه برضو، نقدر نعملها بالفواكه الطازة، بس دي لازم تتقدم على طول. كل بعمله بروح منزلة الحاجة اللي معايا دي في الشوكولاتة، واروح جاية في الطرف، ولازم نعمل الحركة دي زي ما قلنا قبل كده، متعمليش قاعدة، مش عايزاها تعملي قاعدة، بيبقى شكلها مش حلو خالص اهو كده. وطريقة طبعا التزيين، يعني انا كنت احب جدا لما اجي اقدم طبق هدايا اعمله ازاي، اجيب طبق شيك واعمل الشوكولاتات وبعدين احطه على الطبق ده، فيبقى الطبق هدية نفسه وانا عملت كمان شوكولاتات عليه، بتبقى فعلا يعني جميلة جدا، والناس بيقدروا قوي بقى هدية زي دي لما تكون معمولة بقى بالايد كمان، بس بالطريقة السهلة البسيطة دي. طيب هكمل شوية برضو كمان علشان عايزة اوريكم اللي بعدها، طريقة برضو سهلة قوي وطالعة بقى موضة جدا جدا برا، وهي بتبقى شرايح الشوكولاتة. شرايح الشوكولاتة دي تتعمل ازاي؟ دي برضو بسيطة قوي، احنا مسيحين الشوكولاتة، وزي ما انتوا شايفين قدامي في هنا مكسرات كتيرة، في سيريال، في حاجات كلها محطوطة. الحاجات دي كلها بنحطها بس جوه الشوكولاتة، سواء البيضة او الغامقة، وبنحطها شرايح. هوريكم برضو ازاي دلوقتي، بس اعمل دول عشان انا ما جهزتش من ده، هحطه على طول في التلاجة عشان يلحق يمسك معانا واعرف اقدمه على طبق. شايفين الموضوع سهل وسريع، وبالفراولة بقى بيبقى رهيب بقى، يعني لما الواحد يعمله بالفراولة بيبقى احلى حاجة بصراحة كمان. بس طبعا يعني صحي؟ لا ده معمول بسكر، يعني ده متجفف بالسكر فمش صحي، يعني هي فواكه مجففة بس مش زي المشمشية والقراصية والتين والحاجات دي، فمش صحي لانه مليان سكر. نعمل اخر واحدة اهو. لا ملحقتش. طب هندخل ده التلاجة وبعدين هوريكم بقى الشكل التاني ان شاء الله، بس لازم نطلع فاصل دلوقتي، هوريكم الشكل التاني لما نرجع ان شاء الله من الفاصل. الشوكولاتة بتلمع ازاي؟ ده بسبب التمبرينج، ده بسبب الحركة اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي حركة الايه، الزيت اللي احنا حطيناه، وقلت على الشوكولاتة متبقاش سخنة قوي وننزل حرارتها ازاي، بس كده تطلع بتلمع، غير كده هتغلبنا. طبعا هي ليها برضو ترمومتر بنقدر نقيس بيه، لكن انا بقول لكم على الطريقة اللي اي ست بيت ما عندهاش ترمومتر تقدر تتعامل بيها ازاي، تبقى فاهمة بس الفكرة بتاعتها، فكرتها درجة الحرارة، وان احنا لازم نقلب الكريستالات. في حاجة بقى عايزة اقول عليها برضو، وهو فوائد الشوكولاتة الغامقة. الغامقة مش الشوكولاتة البيضة ولا الشوكولاتة اللي بلبن، الشوكولاتة الغامقة ايه فوائدها؟ رهيبة بقى، مش عايزة اقول لكم. مليانة مضادات اكسدة، فيها مادة بتساعد على السعادة ودي مثبتة علميا، بتوسع شرايين عشان بتجري الدم، فمفيدة صحيا جدا. لكن ركز اللي هي ايه، الغامقة مش البيضة. يعني ايه غامقة ونلاقيها ازاي؟ بان احنا نقرأ على الغلاف، بيبقى مكتوب ايه اللي مكتوب على الغلاف، بيبقى مكتوب لازم يبقى مكتوب فوق 60% او فوق 70% كاكاو، ساعتها ده تثقوا فيه، الماركة دي تثقوا فيها جدا وتشتروا الشوكولاتة دي. ما بتعليش بقى سكر دم زي ما بقول، ده بقى انا كنت عاملاه في البيت اللي هو المشمشيه دي. انا عايزه بس اقول لكم ان احنا نقدر ننوع باللي موجود، مش لازم الحاجات لو ده غالي مثلا ما نجيبوش، نقدر نجيب الحاجه اللي هي حاضر. استنى اهي، نقدر ان احنا نعمل اللي موجود عندنا المتوفر، مش لازم نوقف حاجه احنا بنحب نعملها علشان حاجه مش موجوده، عشان كده بحاول دايما اقول البدايل، بس كله انا بجيبه من مصر. خلاص كده دول خلاص. بتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم،
لمحبي الشوكولاته. طبعا ده جزء من الشوكولاته احنا عملنا قبل كده مع بعض، انتوا عارفين الجناش بقى وكور شوكولاته وكور الذهبي اللي مشتريها من بره والكلام ده كله، احنا عملنا حاجات كتير قوي، حتى رسم بالشوكولاته عملناه قبل كده تلاقوه على اليوتيوب. اشوفكم يا رب على خير، ان شاء الله هكون معاكم يوم السبت على الهوا تاني باذن الله. وهيبقى يوم السبت حلقه عن سندوتشات المدارس، مهمه جدا عشان تركيز الاطفال. فاشوفكم ان شاء الله على خير يا رب. باي باي.